بين هذين اللاعبين. الآن سيتكلف بتنفيذ ركلة الجزاء التي جاءت في الوقت المحتسب. بدل الضايع أعتقد بأن فيصل فجر هو الذي سيتكلف بتنفيذ ركلة الجزاء. شوف الانطلاقة السريعة لنور الدين مرابط يرفع بهذا الشكل ولمسة يد حاضرة، نعم لمسة يد موجودة، وقرار سريع من الحكم المالي بمنح المنتخب المغربي ركلة جزاء وفرصة للتعديل في الأنفاس الأخيرة من عمرية ديال المواجهة. على ما يبدو في تغيير آخر في صفوف المنتخب الغامبي. نعم سيكون الأخير لمنتخب غامبيا، وفيصل فجر إذن يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء. من يخرج في هذه اللحظات مامادو دانسو، نعم هذا مامادو دانسو على فكرة اللاعب اللي منح منتخب غامبيا نقطة التعادل في المباراة الأخيرة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية لما لعبوا أمام منتخب الجزائر، طبعا في الجزائر العاصمة. الآن دانسو يخرج يدخل لاعب موسى كامارا، طبعا هذا التبديل الأخير بالنسبة المفترض أن يكون الأخير بالنسبة للمدرب البلجيكي توم، نعم لأنه ندخل الوقت البدل الضايع. إذن موسى كامارا يدخل في هذه الأثناء، وفيصل فجر يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء أمام جوبي باريوس. جوبي اللي قلت حارس مرمى واريورس النيجيري أمام فيصل فجر. إذن فيصل فجر يتلقى الإشارة في هذه الأثناء. فيصل فجر يتقدم، فيصل فيصل